أكد معالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح على ضرورة التعامل بالتزام وجدية مع التوجيهات الوقائية للمحافظة على سلامة الجميع ودعم المجلس للخطوات التي تقوم بها الحكومة الموقرة واللجنة التنسيقية والفريق الوطني لحماية الوطن من انتشار فيروس كورونا. وقرر رئيس مجلس الشورى عقد الجلسات العامة للمجلس عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من المجلس، وذلك بصفة استثنائية طيلة سريان التدابير الاحترازية، وذلك اعتبارا من الجلسة 26 التي ستعقد يوم الأحد القادم الموافق للـ12 من شهر أبريل.